اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مهندس مينا ومع فيديو جديد. هنتكلم النهارده على الهوت اير جان. الهوت اير جان دي بنستعملها بايه؟ بنستعملها في الدوائر اللي زي كده، اللي هي بيكون فيها ماونتد سيرفيس ديفايسز زي مقاومات او ترانزستورات او اي سيهات بالشكل ده. بنشوف طبعا الحاجات دي مستحيل ان احنا نفكها بالكاوية، زي ما انت شايف الرجلين بتاعتها رفيعه جدا وكمان حجمها صغير جدا، ولو فكيت من ناحيه واحده بالكاويه مثلا الناحيه الثانيه لسه فكتش، عبال ما تروح تفك دي هتلاقي دي ماسكه الثاني. فعشان نقدر نفكها بنستعمل الهواء السخن. الهوت اير جان دي بتطلع لنا هواء سخن، نقدر ناخد الهواء السخن ده ندخله مثلا على كل النقط دي، بيسيحها مع بعض ونقدر نطلع الاي سي بتاعنا او نطلع المقاومه بتاعتنا. طيب النهارده احنا عندنا النوع ده اللي هو اسمه TSCD2، هنتكلم عليه وهنشوف ايه مواصفاته وايه مميزاته وازاي ممكن تستعمله. اول حاجه عندنا هنا مفتاحين، واحد بتاع درجه حراره والتاني بتاع الهواء. فهنا بنتحكم في كميه حراره عندنا من 250 لغايه 480، بيتعرض درجه حراره على الشاشه دي. وعندنا هنا درجه الحراره، وكمان الموتور اللي جوه هنا ميزته ان هو حاجه اسمها براشلس دي سي موتور. تمام، يعني ايه براشلس دي سي موتور؟ يعني مفيش سلك بيكون واصل بين الملف وبين القلب بتاع المروحه اللي بيلف، وبالتالي عمره بيكون اطول من الموتور العادي. وعندنا هنا النوزل، وبيكون جاي معاها اربع انواع زي ما انت شايف، دول اكتر من فتحه، كل فتحه على حسب القطعه اللي انت هتستعملها، فانت ممكن تستعمل فتحه مختلفه. احنا هنا مستعملين الفتحه الوسط اللي بينهم زي ما انت شايف، الفتحه دي الوسط. وعندنا هنا كمان فيها ميزه ان في هنا سنسور، ده مغناطيس زي ما انت شايف. المغناطيس ده ميزته ايه؟ بمجرد ما بيتحط على النقطه الخضراء دي فبتوقف السخان بتاعها. خلينا كده نشوف الكلام ده عملي. بص انا شغلت هنا درجه حراره زيرو، واللمبه بتاعت الهيتر ده اوف، في المروحه شغاله عشان تبرد الملف لان كان سخن شويه. طب افرض انا كده شلت، اول ما بشيلها على طول اللمبه بتشتغل، درجه الحراره بتعلى عشان بتحس ان هي خلاص بعيده عن السنسور بتاعها. طب اجرب احطها تاني، اول ما بتحط تاني على طول اللمبه بتاعت الهيتر بتطفي، وكمان درجه الحراره بتبقى زيرو ويشتغل المروحه لغايه ما تبرد الملف. هنا انا بقدر احط ايد اهو عشان لسه الملف اهو بيبرد، فاللي طالع هوا يعتبر بارد. خلينا كده نجرب نشوفها عملي بنستعملها ازاي. طب معانا هنا بورده عليها زي ما انت شايف قطع الكترونيه كتير اهي، ماونتد ديفايسز، دي مقاومات. هنشوف هنعمل فيديو هنشوف ازاي ممكن نقرا قيمه المقاومات دي ونعرف قيمه القطعه دي، بس هنشوف دلوقتي ازاي احنا ممكن نشيل قطعه زي دي او قطعه زي دي ونركبها تاني بسهوله باستخدام الهوت اير جان. وانت بتستعمل الهوت اير جان محتاج تاخد بالك ان القطعه دي نفسها ليها درجه حراره، فما ينفعش انت مثلا تفضل تسخن بدرجه حراره عاليه عليها لغايه ما هي كقطعه نفسها تبوظ من جوه، فانت بتركب قطعه بايظه، فلازم تاخد بالك لدرجه حراره. عشان كده بتحاول تظبط درجه الحراره بتاعتك وتظبط الهواء بتاعك قد ايه، وبتشوف احنا بنجرب بنسخن مثلا في اتجاه معين ونبدا نشيل القطعه بتاعتنا. تمام، مش هينفع نشيل القطعه دي باستعمال الكاويه. ليه؟ لان الكاويه احنا مثلا لو سيحنا من هنا هنلاقي ده لسه الجنب ده لسه مسحش، هتسيح من الناحيه الثانيه وهكذا. فعشان كده بنستعمل الهواء السخن، بيخش بيتحرك في الاتجاهين لغايه ما القطعه نفسها بتفصل. هنا كان في برده شويه قطع زي دول، زي دي مثلا اهو، زي القطعه دي احنا شلناها من هنا باستعمال الهوت اير جان. فهنشوف ازاي ممكن نشيلها ونركبها تاني ببساطه. هنا زي ما انت شايف في عندك نقطه تسدير اهي، انت ممكن تلحم فيها على طول مش محتاج. طب لو ما عندكش ولسه بورده جديده، بتحتاج ان انت تجيب تسدير معمول بالفلكس او بماده الجلافونيا، بيكون كده زي سائل بيتحط او معجون بيتحط كده حط، وبمجرد ما بتسخن عليه خلاص بيمسك في النقط دي. فحتى مثلا في نقط كتير دي بمجرد ما تحط عليها الفلكس هتلاقيه هو ماسك في النقط نفسها والحتت الفاضيه سابها. تمام، ده اوتوماتيك لوحده، هو بيكون زي سائل معجون بنحطه. خلينا نشوف دلوقتي ازاي ممكن نشيل قطعه زي دي، او ممكن هتجد كمان نشيل حاجات زي دي. يعني ده مثلا دي بنوصل فيها سوكت، فنشوف ممكن ازاي برده نطلعها. خلينا كده نبص، نستعمل ادي معانا الهوت اير جان احنا مشغلينه. تمام، نجرب كده اهو مثلا نمسك حاجه زي كده. شوف بسهوله جدا طلعت اللي بعدها. طبعا خلي بالك ان هو عشان هو سخن ممكن يطلع اكتر من واحده مع بعض في نفس الوقت،
فدي حاجه بتاخد بالك ليها. طيب خلينا نشوف قطعه زي دي مثلا، ده دايود بنسخنه كده في ثانيه اهو طلع معانا. طب انت عايز تركبه تاني بتحطه هنا اهو، بتحاول تسخن عليه من الجنبين وبتستنى لمده ثواني كده عشان لسه القصدير عامل زي الميه. انت حاول تستنى كده وانت ماسك القطعه نفسها عشان لو سبتها هتلاقيها طلعت معاك. بس انا كده سبت لقيتها خلاص هي مسكت تاني ورجعت تاني ماسكه في مكانها تمام واتلحمت وتمام زي الفل. طيب عندنا مثلا قطعه زي دي، انا كده نشوف ازاي محتاجين نسخن كده حوالينا. بس اهي قطعه كامله بالمنظر ده طلعت، كان مستحيل مثلا ان هي تطلع في العادي. شايف المنظر ده؟ انت شايف هنا السنان شكلها ايه؟ كلها قريبه لبعض. لو انا سخنت عليهم تاني كده سنه هلاقي ان المسافات اللي بينهم وضحت. طبعا دول محتاجين فلوكس ومعجون عشان تلحم فيهم تاني. خلينا مثلا نشوف قطعه زي دي مثلا، قطعه زي دي مثلا كبيره اهي. بس انا بنحاول نسخن عليها اهو، انا مش بسخن الاي سي نفسه، انا بسخن نقط اللحامات. لسه لسه ماسكه اهو زي ما انت شايف، شايف الاسدير عامل ايه وطلعت معايا. لو انا عايز الحمها تاني بحطها تاني في مكانها اهو تمام، بسخن لمده ثواني كده تمام، وبعد كده بفضل ماسكها ثانيه كده صغيره لغايه ما الاسدير يلحم عشان بيكون عامل زي الميه من تحت. شايف؟ عشان انا حركت ايدي لسه زي الميه. لان يعني برضو البورده نفسها سخنه. فعشان كده قصدير بياخد وقت على بال ما يلحم تاني. استنى كده مده ثانيه. بس كده مثلا خلاص. هي ماسكه تاني. تمام. اهو هنطلعها تاني اهو. بص. شايف طلعت تاني ببساطه. وهكذا. يبقى كده بسهوله خالص باستعمال الهوت اير جن ده. شايف قطعه زي دي طلعت بسهوله. مثلا مكثف زي ده هتطلعه ازاي اهو، شايف ده مش محتاج، يعني مجرد ما الهواء جه على واحد منهم كلهم اتفكوا. انت لازم تكون واخد بالك برضو من شديه الهواء بتاعك، يعني انت ممكن تكون قصد تفك مثلا مكثف واحد وتلاقي البورده كلها زي ما انت شايف اتفكت تمام. طيب لو مثلا اخر حاجه نجربها معانا هنا الاي سي ده، مجرد ما انا بحط كده اهو بس، شايف الاي سي شكله ايه؟ من تحت بيتحط، دي كلها رجلين بتاعته بيتحط بالحنتين تمام. كده ببساطه قدرنا نشوف ازاي استعملنا الهوت اير جن وازاي قدرنا نظبط درجه الحراره زي ما شفنا من خلال التحريك ده، درجه الحراره او الهواء، وده المفتاح زي ما احنا شفنا. بمجرد ما انت بتحطها على السنسور بتاعها هنا بتفصل السخان وتبدا تديله شويه هواء عشان تبرده. وهنا زي ما انت شايف نتيجه السخونه بيحصل ايه، ده من السخونه عادي مفيش اي مشاكل يعني. بس وده كان الفيديو بتاع النهارده، فلو عجبك ما تنساش تدينا لايك، ما تنساش تشترك معانا في القناه، وخلينا نشوفك فيديو جديد.